طيب هنا نرجع أيضا إلى كتاب، هذا كتاب أيضا جميل اسمه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مؤلف الكتاب عبد العزيز بن ناصر الجليل، عبد العزيز بن ناصر الجليل. يقول الجليل: ورد اسمه سبحانه الغفور في القرآن في 91 آية. اسم الله الغفور ورد في كم؟ آية؟ في 91 آية، جاء في أكثرها مقترنا باسمه سبحانه الرحيم، كما في قوله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت. فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله. كان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. في أكثر الآيات مقترن باسم إيش؟ باسم الله الرحيم. وجاء مقترنا باسمه العفو. إيش قال الله عز وجل؟ فأولئك عسى الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا. وجاء مقترنا باسمه العزيز، كما في قوله: كذلك كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. إن الله عزيز غفور. وجاء أيضا مقترنا باسمه الشكور، جاء مقترنا باسم الله الشكور. الشكور. قال تعالى: ليوفيهم أجورهم، ليوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، إنه غفور شكور، إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. وجاء مقترنا باسمه الودود، قال تعالى: وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. وجاء أيضا مقترنا باسمه سبحانه الحليم، بسم الله ليش؟ الحليم. الحليم. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض، أن تزولا، أن تزولا، ولئن زالتا، ولئن زالتا، إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. إذن اسم الله الغفور اقترن بكم اسم؟ يلا من يقول؟ اقترن باسم الله أكثر شيء بإيش؟ الرحيم. وبعدين الحليم، الودود، والعفو، والودود، والشكور، أيوة، والعزيز. أحسن. إذن اقترنا باسم الله العفو، وباسم الله العزيز، وباسم الله الشكور، وباسم الله الودود، وباسم الله الحليم، وباسم الله الرحيم. واضح؟ إيش هو ذا؟ اسم الله الغفور. نعم. وأما اسمه سبحانه الغفار فقد ورد في القرآن الكريم في 5 مواضع. قال تعالى: يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر،
كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور ألا هو العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا سورة الشريف الملك أحسنت سورة نوح نعم قال وجاء الغافر مضافا مرة واحدة في القرآن وذلك في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب نعم طيب إيش آثار هذا الاسم لما عرف أن الله غفار وإن الله غفور إيش هذا إيش يحدث اللي في نفسي نعم يبعث النسب الروحاني أحسن كيف يعني لما يكون الإنسان المؤمن تأكد يعني أن الله غفور رحيم نعم يبدأ يعني عادي يكون عنده فرصة ثانية يعني يجدد إيمان أحسن فبالتالي يطمئن يرتاح على أن الله عز وجل مم بما أني أنا فعلت طبيعة الإنسان أنه يذنب ولا لا يذنب طبيعة الإنسان إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون ثم تتوبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون طبيعة الإنسان أنه يذنب كل ابن آدم إيش قال كل ابن آدم خطاء كل ابن آدم وخير الخطائين كل ابن آدم يخطأ كل واحد سيخطأ لكن أفضل واحد والذي يخطأ ثم يذنب بعض الناس يخطأ لكن يخطأ وعاد قال يا أخي ترهبونها منها من دمرة من دمرة فيستمر على أخطائه الناس لا تخطأ لكن ترجع هذا هو المحبوب عند الله التائب حبيب الرحمن الحديث ايش قال التائب ايش حبيب الرحمن هل سمعت واحد عاصي وهو حبيب كيف يعني لو واحد عصى واحد من الملوك مرد عليه قام يسب المرة الأولى يسكوه وضربوه مرة الثانية بيضربوا المرة الثالثة يعملوا به يقتلوه على طول ليش تكلم على الملك تكلم على السلطان تكلم على الحاكم تجرأ يقصر لسانه على طول لكن الله عز وجل ناس تتكلم على الله ولا ما حد هل هناك ناس يتكلموا على الله هل هناك من سب الله نعم ليعبد البقر هذا ما يسب الله لأنه اتخذ مع الله شريك والله نفى الشريك عن نفسه فاللي يعبد غير الله هذا متجرع على الله ومع ذلك الله عز وجل عاطنهم بلدان وعاطنهم حكم وعاطنهم خير ما يأخذهم من أول شيء